نستقبل اتصال من القصيم، المستمع والمشاهد سعد، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. جزاكم الله بالخير. في صدى. نعم سعد، عطنا سؤالك. أسأله عن طريق الجمع، عندي مسافة 100 كيلو. 200 كيلو يوميا أروح وأجي الصباح الفجر. ولا أرجع إلا الساعة 4، يحقني أجمع العصر مع الظهر. طيب في سؤال آخر؟ لا بالسلامة. شكرا يا سعد، تسمع الإجابة إن شاء الله عن طريق التلفزيون. تفضل يا شيخ، يسأل عن الجمع 100 كيلو رايح 100 كيلو 100 كيلو جاي ويجلس إلى الرابعة عصرا تقريبا. نعم لا بأس أنه يقصر الصلاة ويجمع بين الصلاتين، إلا إذا كان عنده جماعة مسجد وجماعة يصلون صلي معهم ويتم الصلاة. أما إذا صلى وحده أو مع أناس مسافرين فإنه يقصر الصلاة في ذهابا وإيابا، وأيضا إقامته في العمل قليلة لا تمنع من القصر. لكن كما ذكرنا إذا كان عنده مسجد وجماعة يصلي معهم ويتم الصلاة. نعم.